السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كان لصلاح المجتمع وفرد كان الشنات وهاين تان 10 قبل ما يرب دي بوير نغون يا حديث اللي سوى ودي حديث كستيد يتوبان حديث كستيد يتوبان وضد قارش كالك قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون معادنا تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حديث كاس ضد غيب يسوي دي يسوي حكاية الله يوحى وينبغي هل كان تجدون الناس ضدك وعدها ليسان معادنا معادن إنيهن معادن تو وكالو نبي كوش بهايو معادين تقول كلا قضا ميدو ميدو وانا اكسن يا ميدو حنبايو كلا بحيسا بارك النبي وحور تجدون وحد ليسان الناس ضدك معادنا ان معادين وكلا مرقاس الرسول كوير خيارهم في الجاهلية كو اسلام ك خيارهم كو خيار سنة في الجاهلية وقت جاهلية خيارهم كو اسا خيار سنة في الاسلامي اسلام كو مركز سوق قلان واسلام كو قاتان اذا فقهوا هدي فهمان شرط اسا كو اذا فقهوا في الدين اي الدين تي فهمان قيبت الدنبي عمرك إشكال قشة وتجدون خير الناس نبي وحر وحد ليسان خير الناس يدتك هو خير بدن في هذا الشأن شأنك شأنك اسمرك في هذا الشأن إشارة لا تلمام يلا ما لقوا تلمام إمارتي وقفك وقفك ما ملكي يوم لحدي إمارتي وقفك وكعب صدو معناها سيد حديث قيبت الدنبي وشيء في هذا الشأن أشد لهم أشدهم كرا أشدهم لهم كراهية وإمارتي وقفك واجبك يوحي سهراء وكعب صدو والله فسره ومرك دي بلا أقول نقض فايد الغدير كي إمارتي فتح باري وتجدون وحد لسان خير الناس ذاتك قوة أو خير بدن في هذا الشأن أي في هذه الإمارة إمارتي خلافة دي قبشة دي أشدهم قوة أو أذق له إمارة كراهية عد ومرك مسؤولية الراعي سي وحكى رتمي وحكروا لغو فسر وتجدون خير الناس ذاتك قوة وخير بدن في هذا الشأن أي إسلام كوا لغو فسر في هذا الشأن أي الإسلامي أشدهم كو ديدنا أدكا له إسلام كراهية تنديد مهان انت ينسوقلين سيد عمر إيو عمرو بن معناها عمرو بن عاص إيو معناها إكرمة إيو خالد بن وليد إيو انت ينسوق مسلم مركو إسلام كأد أدكا تاسنا يدن والغوفة سيرو وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم كو أو أدق له معناها إسلام نمادي كو أو أدق مركي الدنبان وركي سوق لن كراهية ديد مو لكن مركي سوق لن أخلصهم وأحبهم الإسلام إسلام كتشعل هذا مركا هالكاسا ضدك إشكال كقال وتجدون شر الناس ضدك كو أو شر بضان ندل وجهين اللي بوجه لوي الذي كاسو يأتي أولاي من هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كو انا وجه اولا ايمان كو انا وجه اولا ايمان مركا حديث كالكا سا اشكال كالكا قلي مركا وحن كالكا قبنا انا حديث كا عاوة اي نكب اللابا انا وحديث كو اي اللباطن الحديث الالحادي والعشرون حديث كو اي اللباطن وجلسة دي النشانات عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر بن عاص اسقي ابيه بأ الله كرر للنقضي قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحو يري المسلمو مسلم وحالي هذا من مدوية سالي ما يكاين نبات قلين المسلمون مسلمين من لسانه قعانتي أف كيسا لسان كيسي عرب كيسا ويده قعانتيس والمهاجر مهاجر وحالي هذا من قف هاجر كالير هذا ما شيء نهى الله عنه وحو الله كالريوي هلك رسولك عليه الصلاة والسلام حوق يا حي مسلم هرتم حالي هذا وحو يري نبي المسلم ومسلم وحالي من قف وي الرجل يدومن عدو دون هذا سلم اي كما غنغلين المسلمون مسلمين من لساني عرب كيس عرب قال زهر مري ويده غعنتيس غعنتيس مركه غعنت انت بدن انت دعدو يرتا لا عرب قال سيدرن والمهاجر مهاجر روح لي من قف ويه هاجر كديرادي ما شيء نهى الله الله كره عنه شيء والله كره رواه البخاري ومسلم ما انت دد غيلي بركه ارتي ميل فيسبوك وانستغرام وتيك توك دد با waxay ku hadlayaan laga yaqaysanay الحديث الثاني والعشرون حديث كلابية لواتن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال المسلم ومسلم حوي
المسلم وقف مسلم قال أخو المسلم وقف كلام مسلم قال ولا الكوي لا يدلمه مظلميه ولا يسلمه عدو نجعنت ومجليه من قف كان هذا في حاجة أخيه قف قدمت ولا الكي مسلم قال كشقيه كان الله الله هنا في حاجته دن تيس أي الله وش غينيا ومن فرج قفك كف إذا عن مسلم قف مسلمة كربة إبئي كربها ستة فرج الله ألا كف إذا عنه قفك بها كربضة كربة كربك كف إذا من كرب يوم القيامة كربوين يوم القيامة مثل كمذا أي ألا كف إذا ومن ستر قفك وأستر عيب على مسلم قف مسلمة عيب وكارك ستره الله الله يا واسطر يا يوم القيامة ما لم تقيام رواه المسلم رواه البخاري ومسلم حديث كان مركنا عليه الصلاة والسلام أهل المسلمين تين إمارة السنة غضان ضد ولا لا يهين إن إنا استلمين عدو قعنت يسوق لين أما سوى عدو كي لا لين كرو هيل يهوس تين كرا هنا كجد قاقن وحنا بيقول ترى ما قف قدمت على كش قدمت ولا لك كش غي إلهي بدني سن يسقى أو كش غي قف كمسلم كربة كفيد إلهي بكربة دي سكفيد ما لم تقيامه طيب تقدم بحديث كان أبو حوري تلمامي ومن ستر عن مسلم قفك عاب مسلم أسترى ستره الله يوم القيامة بل ما أنتوا هذا يكتان ودتك فيسبوك يدي يمارت ما لك قيلي وفدن بو عاب تيسي وشيغي هدوي بها دوي الرم طيب حتى ومن ستر على مسلم حقيب وكمري ستره الله يوم القيامة أن إلهي باب مالنت القيامة مركو كفاتي حدينوي أدام كعلنا مركو عن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معاني النبي صلى الله عليه وسلم نبيه المسلم ومسلم حاوي أخو المسلم قفك كلام مسلم قولالكي لا يدلمه مظلميه ولا يسلمه عدو قعنته ومقليه من قف كان هذا في حاجة أخيه قفك دنت ولالكي كشقية ودنها مسلمين تيدنوا هذا كشقية كان الله الله هنا في حاجة دنتي سجدي هذا الله وشقين وإله بأفضين ومن فرج قفك كفيد عن مسلم قف مسلم كربة إبهيستا فرج الله الله كفيد عنه قفك مسلم كفيد بها كربة وكفيد كربة بوالك كربك كفيدي يدب هايستا ومن كربي يوم القيامة ما لنت قيامة كربة يلا كمذا ومن ستر قفك أسترى على مسلم قف مسلم عابو كو أركي دش هذا أسترى ستره الله الله أسترى يوم القيامة ما لنت قيامه رواه البخاري ومسلم الحديث 23 حديث كصدح لباطا عن برا بن عازم رضي الله تعالى عنهما برا وحل قوري رضي الله تعالى عنه قال وحوري برا أمرنا وحونا أمري النبي صلى الله عليه وسلم النبي بسبع تضبونا أمري ونهانا وحونا نقرر عن سبع تضبونا أمري تضبونا ونقرر وحونا أمري وكوي الأمري أمرنا وحونا أمري بعيادة المريض إن أمبوق النقف كمسلم كيحن سنية بعيادة المريض وحو كلونا أمري لبا ويتباع الجنازة ميت كي قف كمسلم كحقوق دي سكولها ويه إنو راعة يعني الأمري صدح وتشميت العاطس إن أدعي نقفك هندسة تشميت ودعاء عادس نوقفك هندسة وتشميت العاطس قفك هندسة إنه لو دعي يشرد وحاكو حرن الحمد لله إنه يراده أفر وإجابة الداعي أدي أروس إيه وليمة إيه غير كتب الوغو يارو إيادان إنه أجيبتو تكتو إلا إنه معسيمة شاتعلم ويين شن ورد السلام إنه سلامتي رددو هدي السلام عليكم لهذا وعليكم السلام وإنه تراده ما أنتوا حاول لا يرمي ولا يقانا وحوي لح ونصر المظلوم قفك مظلوم كلا لقى قردرني هنا تقر قرتو تضبنا وإبرار المقسم قفك كقول قرتو أنتوا قول مال الرعوة لوقتك وما هي كقول قرتو والله وادي راعي لي هنا أبار النقطة وإبار النقطة أوفيز وإبرار المقسم قفك كقول قرتو هنا هنا أبار النقطة تضبنا والله أمري ونهانا وحنا لقى الرهيب والسحابي رضي الله تعالى عنه عن سبع تضبه عن خاتم الذهب فرقشي الذهب كاوانا لقى الرهيب وانا رقي ويدمر كما او اما سقال وحور حلقة الذهب وريق ذهب كا ايانا لقى الرهيب او داسو قليل وعن لبس الحرير بركي حرير تاينا نحرننا وانا لقى الرهيب وانا رقي وي والديباجي والسندس والمياتري انتنو لنا وحريرون والديباجي حرير تتاذا عدق وي والسندوسي والمياتيري رمان وحريروي انتان الرقي ايال لغا الرابي دو مركي يدا حلال بيوتاي الحديث الرابع والعشرين حديث كافر اللواتن عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري المؤمن قفك مؤمن كا للمؤمن قفك كلام مؤمن كا وحوري كلب يعني سيدا بستو كلا يشد واتين يا بعضه قاركي بعضا قارك كلا
sida dhista saa isugu naban tahay ee u adkaynaya ay muslimiintu yihiin mu'min mu'min kaliya wa shabaka wuxuu isdhex geliyay nabigu bayna asabiihi farihiisu isdhex geliyay almu'minu qafka mu'minka lil mu'minu qafka kale mu'minka walaalki wuxuu yahay kalbuyaani sida dhisto kale iyo shuddu u adkaynaya bacdu qaarkii bacdan qaarka kale wa shabaka wuxuu isdhex geliyay bayna asabiihi farihiisu rawahu albukhari muslim الحديث الخامس والعشرون حديث كشان اللباطن عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال نعمان وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري مثل المؤمنين مؤمنين تساله هذا وحوي في توادهم وحوي كالقعيل كاستجعليهين إيا وتراحمهم إسو نحريس توضا إيا وتعاطفهم إسو نمرين توضا مثل الجسد سيدا جد أو كالوي إذا اشتكى جدك هدو حنون سدو منه جرك عضوان حبن اشتكى هدو حنون سدو منه جرك عضوان حبن هداي كحنون ساتو تداعى وحي ويارن له حبن تاسي وحي ودواقا سائر الجسد جرك انتيسي كلا باقي سائر بمعنى باقي الجسد جرك باقي يسي كلا اي ويارن بالسهر سوجاد ايو والحمى قنرد حنوك حديث كان نبقى عليه الصلاة والسلام حكوشة مؤمنين تسادي سويهن استعايل كودا يسو نحريس تودا يسو دمرين تودا سيدا جيرك أو كلا جيرك هداي حبين حانون ساتو وحي او دواقان يساور حبنيه كلور دن اي او ياري محي او ياري نسا سوجيد ايو كولايل كا ايا قندا دا حايسا سيدا سندتك مسلمين تيسو يهم بوليه ادان قعنا الحديث الخامس والعشرون شاني اللباطن عن عمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوري مثلو المؤمنين مؤمنين تسالوا دو حوي في توادهم كالقعيل كودا استعليهين إيه وتراحمهم إسو نحريس كودا إيه وتعاطفهم إسو دمرين تا إسو دمرين مثل الجسد جد مثل كيو كالوي إذا اشتكى هدو حنون صدو منه جد كي عضو حبين هداي كحنون صدو تداعى ويارن له حبين تاس سائر الجسد جد كإنتيسي كالباقي يسي بالسهر سوجد إيه والحمى معناها قنردي رواه البخاري ومسلم بارك حديث كواتات وينطل مامي أدام قسوا علينا مركا الحديث الحادي والعشرون حديث كوي اللباطن عن عبد الله بن عمرو بن عاصم رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله وحور عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم مسلم وحوية من قف ويا سلم أي كما قلان المسلمون مسلمين من لسان عرب كيسة ويدي قعنديسة والمهاجر مهاجر وحوية من قف ويا هاجر كدير هذه ما نهى الله عنه إله وكرابة تلك حدود الله فلا تعددوها الحديث الثاني والعشرون حديث كلوي اللباطن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي المسلم وقفك مسلمك أخو المسلم وقفك قال مسلمك ولا الكوي لا يدلمه مد الميو ولا يسلمه عدوك عنه ومقليو من قف كان هذا في حاجة أخيه ولا الكي دنتيس قفك كشقية كان الله الله هاني في حاجة دنتيس الله كشقين ومن فرج قفك كف إذا عن مسلم قف مسلمة كربة كربو فرج الله ألا كفيدي عنه قفك بها كربضة مؤمنك كفيدي كربة كربك كفيدي من كرب يوم من كرب يوم القيامة كربوينك يوم القيامة أيك كفيدي ومن سترى قفك أسترى أبو كاركي على مسلم قف مسلم كركي ستره الله ألا أستري يوم القيامة مال انت قيامة رواه البخاري مسلم الحديث الثالث والعشرون حديث كصدحي لباطن عن برا بن عازم رضي الله تعالى عنه قال وحرى برا أمرنا وحنا أمري النبي صلى الله عليه وسلم النبي بسبع تضبو نامري ونهانا وحنا قرر عن سبع تضبو أمرنا وحنا النبي قرر أمري بعيادة المريض تدك مسلمين تاين لبوغدو ويتباع الجنازة جنازة ميت كينا رعنا واللبا وتشميت العاطس قفكي هندسينا ندعينو وإجابة الداعي قفكي وليما أروسك وياري أما غير كذبك وياري إن هذا أجيبتو أغبشو إلا إنا معسيمشا تعلم وين haddaad macsida wax ka qaban kartana inaad tagto way hadii kale waxba ka bedelaynina inaad iskaga joogto way waraddu salaami salaantood ka radida way wa nasratul madlum inaad u gargaarto wa nasril madlumi midka laga gardan yahay inaad u gargaarto wa lix wa ibraril muqsimi midka kugu dhaartay isagana baar waa inaad noqoto wa nahana waxaan laga reebay buu dhacan 77 wa ragii an khatimi dahab macnaha fargashigi dahabka oo ama saqal wuxuu halqati dahab وريق معناها ذهبك يا وعن لبس الحريري حريرتي انا نحرنه ودي باجي حريرتي هذا عددك انا نحرنه والسندوسي والمياثري لما وحرير والسندوسي والمياثري رواه البخاري والمسلم لما وحاسر لما وحرير الحديث الرابع والعشرون
حديث كافر إلا باتن عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قحر المؤمن وقفك مؤمنك للمؤمن وقفك كلا مؤمنك وحوئيه يقوله النبي عليه الصلاة والسلام كلب يعني سيدا بستو كلا يشد أتكين بعضه قاركي بعضا قارك كرئيس أتكين وشبك وحو رسولك عليه الصلاة والسلام سبحك لي بين أسابعه فريه سروه البخاري ومسلم حديث كان أقول دم بيفردق شناد عاوة الحديث الخامس والعشرون حديث كشان لباطن عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال النعمان وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوري مثل المؤمنين المؤمنين تساله هذا وحوي في توادهم معناها استعلان توضا يو تراحمهم اسو حريص توضا يو تعاطفهم اسو دمرين توضا مثل الجسد جدك مثل كي وكروي إذا اشتكى جدك هدو حنون سد منهم من الجسد جدك هدو كحنون سد عضو حبن تداعى وحيو دواقا له حبن تاسي وحيو دواقا سائر الجسد جدك انتي سكال باقي الجسد جدك انتي سكال بالسهر سوجادية والحمى قندورة وهو البخاري ومسلم القاسم ودل الساقين وجزاكم الله حسن استعائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.